نبه المدير الاداري للرجاء الرياضي السيد طنطاوي يشعر بطاقه صفراء له مع انطلاق مباراه اليوم بين الرجاء والنهضه البركانيه. في السبع دقائق الاولى من هذه المباراه خطا في التغطيه الدفاعيه، هذه الجزئيات عاده التي تصنع، كانت مطالبه بانه كان خطا في هذا الكره. الإعادة لما حدث، محمود بن حليب كانت عنده إمكانية لترويض الكرة كما يحلو له، لكن كان تباطؤ في الكرة الماضية والتغطية.